كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير. الحمد لله رب العالمين الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله وأفاض عليه خزائن العلوم فأكمله ثم أرسل سترا من رحمته وأسدله ثم أمده بلسان يترجم عما حواه القلب وعقله ويكشف عنه ستره الذي أرسله وأطلق بالحق مقوله وأفصح بالشكر ما أملاه وصوله من علم حصله ونقد سهله ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وأحياكم وأبقاكم للأمة ذخرى تصلون أسبابها وتعيدون لها نظرتها وشبابها وللإسلام ترفعون أعلامها وتدفعون ظلامها وتؤدون فرضه. يوسف شكر الله من إندونيسيا. جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا.